وإني أبشركم يا أهل اليمن وأبشركم يا من أنتم من أهل اليمن أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال إني لبعقر حوضي أدود عنه الناس من أجل أن يشرب أهل اليمن. يا أهل اليمن يا من امتدحتم في القرآن والسنة, يا قبائل اليمن يا أفراد اليمن, يا من اتبعتم هدي رسولكم صلى الله عليه وسلم أفرادا أو جماعات قبائل وغيرها, ابشروا ما دمتم على هدي رسول الله, ابشروا ما دمتم منقادين لما جاء به رسول الله. رسولنا يكرمكم بهذا الكرم العظيم فلا تخالفوا هديه, اتبعوا ما جاء به الله في كتابه وما جاء به رسولنا في سنته صلى الله عليه وسلم. يا أهل اليمن احذروا المخالفة, يا أهل اليمن احذروا أن يكون الواحد منا تاركا للصلاة عاقا لأبيه وأمه مؤذيا للمسلمين, احذروا أن يكون الواحد منا بعيدا عن تعاليم الدين وعن هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا شباب اليمن, يا آباء اليمن, يا عقال ومشايخ اليمن, انتبهوا. يا من يسمع من نساء اليمن, الجميع ينتبه ويحذر المخالفة لهدي رسول الله. رسولكم يكرمكم أنه سيكون ممن يذود عنكم الناس من أجل أن تتقدموا للشرب من حوضه. تسجيلات دار الحديث بمركز ذي النورين بمدينة ذمار تقدم لكم صفة حوض نبينا صلى الله عليه وسلم لشيخنا الداعية وهبان ابن مرشد المودعي حفظه الله تعالى. والآن مع المادة المذكورة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم والمسلمين جميعا من البدع ومن الضلالات والنار. أيها المسلمون, إن من المشاهد الكبيرة في يوم القيامة ومن المشاهد العظيمة في يوم الحسرة والندامة, لقد مر معنا أن تكلمنا في الجمعة الأولى على الميزان, وإني في خطبتي هذه أحببت أن أذكر نفسي وإخواني أيضا بموقف من مواقف يوم القيامة, ألا وهو الحوض الذي أعطيه رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم, وأكرم الله به من شاء من عباده ممن يوفق للشرب منه في يوم القيامة. ويوم القيامة كما هو معلوم
إنه يوم يشتد موقفه على الناس، ويجد الناس فيه العناء والشدة، ومن جملة ما يجدونه في ذلك اليوم إنه العطش الذي يجدونه ويجدون تعبه وعناءه. وقد ذكرنا ربنا في القرآن الكريم بقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فبين في هذه الآية أن موقف القيامة موقف كبير وموقف عظيم، يشيب فيه الولدان، وترى الناس فيه كأن هيئتهم هيئة السكارى وما هم بسكارى. والذي جعل أمورهم هكذا إنه شدة الموقف وهوله، إنه شدة الموقف وصعوبته في يوم القيامة. وهكذا ذكر الله عز وجل أو أخبر الله عز وجل عباده أن يستعدوا لهذا اليوم، وأن يعملوا الأعمال التي يجدون بفضل الله ثم بها السعادة والنجاة، ومنها الاتباع لهدي رسوله، لأن ممن يوقف عن شرب الحوض من خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهكذا قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وبين عز وجل أيضا أن من اتبع هدى رسوله فإنه يعتبر ممن وفق للخير، ومن خالف هدي رسوله فيعتبر ممن مشى على غير الطريق السوي. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. معاشر المسلمين، إن مما أكرم الله به رسولنا ومما جعله لرسولنا من المناقب الحميدة والفضائل الكبيرة إنه الحوض الذي أكرم الله به رسولنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد جاء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني أريد شفاعتك في يوم القيامة. قال: اطلبني عند الصراط. قال: فإن لم ألقك. قال: عند الميزان. قال: فإن لم فاطلبني عند الحوض. معنى هذا أن حوض رسولنا من المشاهد الكبيرة التي يشهدها الناس في هذا الموقف الكبير، وهو موقف القيامة. فهو يقول لأنس بن مالك: من جملة المواطن التي تطلبني فيها عند الحوض، بل لقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إني فرطكم على الحوض. والفرط هو المتقدم،
الذي يهيئ والذي يجهز للوافدين، فكأنه يقول إني عند الحوض من أجل شربكم منه ومن أجل أن تردوا علي منه. هكذا يقوله رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحوض الذي أكرم الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، إن الناس في يوم القيامة يصيبهم العطش وتبلغ القلوب كما قال الله لدى الحناجر كاظمين، لأن الشمس في يوم القيامة قريبة من الخلائق كما أخبرنا أنها قد رميل تأتي من الناس في قرب شديد. فإذا كانت بهذه المثابة ازداد بالناس العطش واشتد بالناس الحال، يتمنون الماء من أجل أن يشربوا، يتمنون الماء من أجل أن يجدوا لأجسامهم ومن أجل أن يجدوا لأجسادهم برودة يهدئون بها ظمأهم، يهدئون بها قوة العطش الذي نزل بهم. تخيلوا معاشر المسلمين من كان في الأماكن الحارة والمناطق التي تعلوها الحرارة، كم يشرف في اليوم، كم يشرف في اليوم، وكم يحتاج إلى الماء في اليوم والليلة. وإذا اشتد الحر في الدنيا في الأماكن الحارة اشتد بالناس العطش، قولوا لي بمن يصومون في أيام الحر الشديد، كيف يأتي في وقت غروب الشمس وهم يجدون قوة العطش، لا يريدون مأكلا يأكلونه ولا يتفكهون بأي شيء، أعظم شيء يريدونه الماء البارد. هذا وهم في الدنيا وفي حرارة لا قياس بينها وبين حرارة الموقف في يوم القيامة. تخيل إذا اشتد بالرجل العطش واشتد به الظمأ وبلغ ما سمعت، ثم جيء له بالماء البارد في الدنيا بعد أن اشتدت، بعد أن اشتد فيه قوة العطش واشتدت حرارة الظمأ في أكباده، وجيء له بالماء البارد، لهو خير له من الدنيا بأسرها، لأنه سيجد بذلك استعادة الحياة إلى جسده وري في بدنه. فكيف بيوم مقداره 50,000 سنة والناس في موقف عظيم وهم حفاة عراة يعلوهم الفزع ويعلوهم الخوف، يبلغ العرق منهم على قدر أعمالهم وهم ينظرون إلى الموقف، وإذا بالله يكرم رسوله بأن يعطيه هذا الحوض الذي يشرب منه الناس والذي يفد إليه الناس. وتخيلوا يا أمة الإسلام لو أن رجلا في الدنيا في وقت اشتداد الحر وفي وقت قوته، وإذا به يأتي وفي يده شيء من الماء والناس كثر يريدون أن يشربوا، كيف سيزدحم الناس على هذا الرجل من أجل أن يشربوا الماء؟ كل يريد أن ينقذ نفسه وكل يريد أن يكون الأول هو الذي يشرب، فكيف بذلك اليوم العظيم والناس يزدحمون على الحوض الذي أكرم الله به محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. معاشر المسلمين، وصف لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم هذا الحوض الذي أكرمه الله به، فلقد جاءت روايات كثيرة، منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن طول هذا الحوض من صنعاء اليمن إلى مدينته، بمعنى هذه المسافة يكون مسافة حوضه. وتخيلوا يا
أمة الإسلام هذا الحوض بهذه المسافة. وجاء في بعض الألفاظ أن رسولنا أخبرنا أن حوضه ما بين عدن إلى عمان، وهذه مسافة كبيرة ومسافة طويلة يكون فيها الحوض لرسولنا صلى الله عليه وسلم. من أين يصب هذا الماء إلى هذا الحوض؟ أخبرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن له عينان من الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: إحداهما الذهب والأخرى الورق أي الفضة، وهذا هو المجاريلة، وهو بما يسمى بالتعبير اليمني بالشريجلة، وهذا يأتي من الجنة. وتخيلوا إذا كان الذي يجري فيها الماء إحداهما من الذهب يجري فيها الماء من الجنة، والأخرى من الفضة أي المكان الذي يجري فيه الماء تحته فضة، وعن يمينه وشماله فضة، وهو يصب الماء من هذا المكان إلى حوض رسول الله في أرض الموقف. وتخيلوا إذا كان هذا الماء يأتي من الجنة كيف سيكون طعمه، وكيف ستكون لذته، وكيف سيجد الناس حلاوة هذا الماء إذا كان يجري ويأتي من الجنة. رسولنا صلى الله عليه وسلم يخبرنا هكذا، وربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أن أهل الجنة ممن يدخلها وعدوا وأكرموا بنهر مثل الجنة التي وعد المتقون. انظر إلى هذا المثل العظيم وإلى هذا المثل الكبير الذي أكرم الله به أهل الجنة: أنهار من لبن، وأنهار من عسل، وأنهار من خمر، وأنهار من ماء، هذا في أرض الجنة. أما حوض رسولنا فيأتي كما سمعتم من هذا المكان، وهو من أرض الجنة. انظروا إلى ما أكرم الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. لقد جاء في بعض الألفاظ أن رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: طوله شهر، طوله شهر. وجاء في بعض الألفاظ أنه في جميع اتجاهاته سواء، فطوله وعرضه وزواياه كلها مسافة شهر، فتأتي من أمامه إلى خلفه وهي مسيرة شهر، ومن يمين الحوض إلى شماله وهي مسيرة شهر، وزواياه بهذه المثابة. إنه عطاء الرحمن الذي أكرم به عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، إكراما له وعطاء لمن أراد الله أن يشرب. هذا عطاؤنا، فالله سبحانه يعطي عباده ما شاء، ويكرم خلقه ما شاء، ويجعل لعباده من المناقب من شاء منهم. ومنها ما أكرم الله به هذا النبي الذي طالما خالفناه وطالما عصيناه وطالما ابتعدنا عن اتباع هديه وطريقة شرعه، وطالما تساهلنا في أوامره في فعلها، وطالما تساهلنا في ارتكاب المخالفات الشرعية التي نهانا عنها، أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، معاشر المسلمين، ومما أخبرنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم عن هذا الحوض أنه قال صلى الله عليه وسلم: ماؤه أشد بياضا من اللبن. هذا الماء الذي في هذا الحوض لا كماء الدنيا، إنما ماء خاص بهذا الحوض كما سمعتم له أشد بياضا من اللبن. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وهو أحلى من العسل، وهذا طعم لذيذ رب رجل في الدنيا
الدنيا لم يجد شربة عسل، رب رجل في الدنيا لم يجد طعم العسل المصفى، فكيف وهذا الماء في الحوض لهو أحلى من العسل؟ وليس العسل المخلوط ولا العسل المغشوش، وإنما أحلى من العسل، أي العسل المصفى الخالص. لهذا الماء الذي هو ماء الحوض ماؤه في طعمه أحلى من العسل. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: عدد أكوابه، وهي الكيسان الذي تشرب منه الأمم ممن أراد الله أن يشرب منه، عددها كعدد نجوم السماء في بعضها في الليلة، أي التي النجوم فيها ظاهرة والنجوم فيها نيق. هل يستطيع أمة الإسلام، هل يستطيع أحد أن يعد نجوم السماء؟ لهي من المستحيلات في حق البشرية أن تعد نجوم السماء. قولوا لي إذا كان كيسان هذا الحوض كعدد نجوم السماء. قال صلى الله عليه وسلم: وأباريقه، الإبريق الذي يوضع فيه الماء من أجل أن يصب من هذا الإبريق إلى هذا الكأس، قال كعدد نجوم السماء من الذهب والفضة. انظروا إلى هذا الإبريق، ليست كأباريق الدنيا، ليست كأباريق الدنيا التي هي مختلفة المصانع، فمنها ما يكون من الفضة، ومنها ما يكون من المعدن، ومنها ما يكون من الحديد. هذا إذا كان من الرجل الذي يقوم بصناعته وكان ذا مال، بالرغم بأن الذهب والفضة محرم على هذه الأمة في الدنيا أن يستعملوه كما سمعتم، إلا فيما كان فيه ضرورة شرعية تقدر بقدرها. لكن في يوم القيامة هذه الأباريق، تخيلوا إذا كانت كعدد نجوم السماء وأنتم ترون هذه الأباريق، منها من الذهب ومنها من الفضة، إنه كرم الله. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، لا يحس بالعطش ولا يجد الظمأ أبدا. قال صلى الله عليه وسلم: ومن شرب منه لا يسود وجهه أبدا. هذا عطاء الله، من شرب من هذا الحوض لا يجد الظمأ ولا يجد سوداد الوجه. والحديث يصححه العلامة الألباني رحمه الله، هذا كما سمعتم: من شرب من هذا الماء الذي هو أبيض من اللبن لا يجد وجه هذا الرجل الذي شرب منه، لا يسود وجهه أبدا ولا يجد السواد في وجهه ولا تغير هذا الوجه، لأنه شرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبشرى لمن كان متبعا لهدي رسول الله، فإن الذين لا يشربون من الحوض، لا يشربون من الحوض ثلاثة أقسام: الكفار الأصليون، فالكفار لا يشربون من هذا الحوض، وأنى لهم أن يشربوا من حوض رسول كفروا به، وأنى لهم أن يشربوا من حوض رسول حاربوا شرعه ودينه، أنى لليهود والنصارى أن يشربوا من هذا الحوض بل بعدا وسحقا. فالكفار لا يشربون من هذا الحوض، لا يشربون من هذا الحوض. وهكذا معاشر المسلمين، من كان بعيدا عن الاتباع لهديه والاقتداء بشرعه فإنه لا يشرب من هذا الحوض، لأن هذا الحوض أكرم به من اتبع رسول الله. ربينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه سيأتي أناس فيريدون أن يشربوا من حوضه، فيحال بينهم وبين الحوض فينادي في بعضها: أمتي، أي هؤلاء من الأمة
الذي يعرفهم فيقولون لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال فأقول بعدا لهم وسحقا، لا يشربون من هذا الحوض ولا ينهلون منه ولا يجدون لذته، لأنهم ابتدعوا في دينه وخالفوا شرعه. فينبغي للمسلمين الحرص على الاتباع له صلى الله عليه وسلم. وإني أبشركم يا أهل اليمن، وأبشركم يا من أنتم من أهل اليمن، أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال إني لبعقر حوضي أدود عنه الناس من أجل أن يشرب أهل اليمن. يا أهل اليمن، يا من امتدحتم في القرآن والسنة، يا قبائل اليمن، يا أفراد اليمن، يا من اتبعتم هدي رسولكم صلى الله عليه وسلم أفرادا أو جماعات قبائل وغيرها، ابشروا ما دمتم على هدي رسول الله، ابشروا ما دمتم منقادين لما جاء به رسول الله. رسولنا يكرمكم بهذا الكرم العظيم، فلا تخالفوا هديه، اتبعوا ما جاء به الله في كتابه وما جاء به رسولنا في سنته صلى الله عليه وسلم. الرسول يخبركم يا أهل اليمن أنه بعقر حوضه يذود الناس من أجلكم أنتم يا أهل اليمن أن تشربوا، ومن أجل أن تنالوا من حوضه. إذا كان رسولنا يا أهل اليمن يذود عنا الناس من أجل أن نتقدم، وتخيلوا يا أهل اليمن إذا جاءت الناس في يوم القيامة وهم متجهون إلى هذا الحوض يريدون أن يشربوا منه، يريدون أن ينحلوا منه، وإذا بالرسول يذود الناس، ومعنى يذودهم أن يبعدهم ويوسع لأهل اليمن من أجل أن يدخلوا. ما هذا الكرم يا أهل اليمن، وما هذا الفضل الذي أكرمكم الله به يا أهل اليمن. وتخيلوا إذا كانت الأمم من كل مكان ومن كل بقاع الأرض وهم يريدون أن يتجهوا إلى هذا الحوض، ما الذي جاء بهم؟ من أجل ماذا يتقدموا؟ من أجل الشرب، فيجدون أن صاحب الحوض وهو المالك له صلى الله عليه وسلم القائل إني لبعقر حوضي أذود عنه الناس من أجل أن يشرب منه أهل اليمن. يا أهل اليمن احذروا المخالفة، يا أهل اليمن احذروا أن يكون الواحد منا تاركا للصلاة عاقا لأبيه وأمه مؤذيا للمسلمين، احذروا أن يكون الواحد منا بعيدا عن تعاليم الدين وعن هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا شباب اليمن، يا آباء اليمن، يا عقال ومشائخ اليمن، انتبهوا. يا من يسمع من نساء اليمن، الجميع ينتبه ويحذر المخالفة لهدي رسول الله. رسولكم يكرمكم أنه سيكون ممن يذود عنكم الناس من أجل أن تتقدموا للشرب من حوضه. قولوا لي إذا كان الرجل قد خالف هدي رسول الله وإذا به من أهل اليمن يتقدم فإذا به يذاد، لأنه صلى الله عليه وسلم يقدم من اتبع ما جاء به. أما وإن كان من أهل اليمن وعنده المخالفات التي بسببها يرجع عن الحوض، فلا يقول أنا من أهل اليمن، إنما من كان على ما جاء به الله في كتابه الكريم، من عمل بما جاء به الرسول، من حافظ على دين الله، من حافظ على شريعة الله. فينبغي لنا معاشر اليمنيين أن نجعل هذا الحديث نصب أعيننا من الفرح والاستبشار به، ومن المحافظة على ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويرد على هذا الحوض من أراد الله أيضا ممن يرد عليه، يرد على هذا الحوض من أراد الله له أن يرد وأن يشرب من هذا الحوض. فعلى المسلمين أن يستعدوا لمثل هذه المواقف التي تسعدهم وتفرح قلوبهم وتسعد أبدانهم، يستعدوا لها بالأعمال الصالحة في يوم القيامة. العبرة بتقوى الرجل وصلاحه، يريدون على الحوض ويشربون منه من كانوا لله طائعين. فلنبتعد عن المخالفات الشرعية، إما القولية وإما الفعلية وإما القلبية. حافظوا على ما فيه سعادتكم ونجاتكم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين،
وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا فوق الأرض، وأن ترحمنا يوم العرض عليك. اللهم اجعلنا ممن ينال شربة هنيئة باردة من حوض رسولنا صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا ممن ينال الشربة الباردة كما أخبرنا رسولك أنه أبرد من الثلج. اللهم اجعلنا ممن ينال هذه الشربة، وممن ينال هذا الفوز، وممن يدخل في خضم هذا النعيم يا سميع الدعاء. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوال بلادنا، اللهم اشتد الفقر في بلادنا، وضاق الحال بشبابنا وشيبتنا ورجالنا ونسائنا. اللهم ارفع عن بلادنا ما نزل بها، اللهم رحماك بمن ضاق حالهم، اللهم رحماك بمن اشتد حالهم، اللهم رحماك بمن اشتد حالهم. اللهم كثر ضعف هذا البلد، وأنت المعين وأنت الناصر يا رب العالمين. اللهم اجعل لبلادنا الأمن والاستقرار، اللهم اجعل لبلادنا الحفظ يا رب العالمين. اللهم ارفع عن اليمن الغلاء، اللهم اجعل لنا ولشبابنا وشيبتنا ورجال وشباب وأبناء اليمن من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. اللهم سد جوعة الجائعين، واشف مرضى المسلمين، وارحم الأموات يا رب العالمين، إنك سميع مجيب الدعاء. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وأقم الصلاة.